السلام البنات، كيف ما شفتوا معايا في الصوره المصغره فيديو اليوم غيكون عباره على واحد السلطه اللي راقيه في المنظر وبنينه بزاف، كتجي ملكيه تحضروها في المناسبات ديالكم. اجيو تشوفوا معايا المقادير. عندي هنايا الروز صفر كلاصي اللي سلقته وسخترته، وعندي واحد العلبه ديال الذره او ديال المايس. عندي هنايا خيزو اللي قشرته وغسلته وحكيته على شكل طوري، كيف ما كتشوفوا كيجي بحال هكا زوين حسن ما غنسلقوه. انا فضلت انني نديرو فهاد السلطه بحال هكا خضر بلا ما نسلقو. عندي هنايا كميه ديال البطاطا اللي غسلتها وقشرتها وقطعتها مكعبات وسلقتها مع شويه الملحه، وعندي تمايا طريفات ديال السوريمي اللي قطعته على شكل حتى هو دائري. عندي هنايا الذره كيف ما كتشوفوا، عندي لانشون، وعندي الفرماج الاحمر اللي قطعته حتى هو على شكل مكعبات صغيره، وعندي الخيار حتى هو واحد نص خياره اللي قطعته حتى هي مكعبات صغيره. وغندير معاهم هاد المعجنه اللي كتشوفوا كتكون صغيره بحال التليفون، كتجي صغيره، هي اللي غنستعمل مع هاد المكونات. عندي هنايا البربه حتى هي اللي نقيتها واللي سلقتها ونقيتها وقطعتها. عندي هنايا الجبن كيف ما كتشوفوا والسوريمي، يعني الجبن غيبقى لكم الاختيار. نستعمل جوج اشكال ديال الجبن والاصابع ديال السوريمي. كاين هنايا عندي الكروفيت لواحد الكميه خليتها بالقشره ديالها ودوزتها مع شويه في واحد المقيله مع شويه ديال الزبده ومليحه وبزار، والكميه الاخرى حيدت لها القشره ديالها وحتى هي دوزتها مع فريك في لا مارينات. عندي هنا خيار اللي قطعته كيف ما كتشوفوا بحال هكا مع شويه ديال الطريفات ديال لافوكا ومع الطوماط سوغيز اللي قطعتها من الوسط. عندي هنايا النوغات اللي قليتهم، وكاين عندي هنايا بالنسبه للفواكه عندي هنايا واحد القطعه ديال المونغ، وعندي لافوكا عندي الكيوي وواحد الاناناس اللي غادي نحتاجو. هادو هما المكونات تقريبا اللي غادي نحتاجو. في صحن التقديم غادي ناخدو هنايا الخس. انا خديت هاد الخس اللي تيكون فيه الموف وكيف فيه الخضر، غسلتو مزيان ورقدتو في الماء والخل وخليته شويه وسقطرته مزيان حيت كيكونوا فيه بزاف ديال الاطربه اولا الغبار. عاودت العمليه جوج مرات باش تحيد منه كاع هذيك الغبره وهذاك التراب، وخليته حشويه حتى تسقطر ليا ودرتو كيف ما كتشوفوا بحال هكا في الصحن ديال التقديم. بالنسبه لهاد السلطه كتكون عائليه، يعني تقريبا شي 12 واحد او 14 واحد اللي ياكلوا فيها ويشير الخير، وكتجي كيف ما شفتوا معايا راقيه في المنظر وكلها فوائد وكتجي زوينه في المذاقات. انا درت الدوره الاولى وعاودت درت الدوره الثانيه. انا نغطي هذاك الصحن ديالي او الصينيه ديالي كامله غادي نغطيها بالخس ونرجع من بعد. كيف ما كتشوفوا معايا خديت هاد الاناناس اللي غسلتها مزيان من داك التراب اللي تيكون فيها وخليتها حتى نشفات، وغادي نقطعها على هاد الشكل. كيجي واحد الشكل اللي زوين وجديد ونبدلو على الشكل الاعتيادي. غادي نقسمها في الاول من النصف، ومن بعد ما قسمتها غادي نحاول نحيد لها داك اللب ديالها الوسطاني. حاولوا معايا غير بشويه يكون عندكم شي سكين اللي يكون ماضي. غادي نضغطوا عليها بحال هكا في الجناب ديالها كاملين وتحيدوا لها هذاك اللب ديالها بحال هكا. وهذاك اللب كيف ما كتشوفوا غنحيدوا منه واحد الوسط ديالو اللي يكون قاصح، هذاك غادي نرميه. واللي شاط ليا من اناناس غادي نقطعو كيف ما كتشوفوا بحال هكا طريفات اللي يكونوا صغارين. غادي ناخذ هذيك الافوكا اللي عندي حتى هي نحلها من الوسط، وغادي نحاول نحيد لها حتى هي هذاك اللب ديالها الوسطاني اللي غنحتفظوا بهذيك القشره ديالها، غنحتفظوا بها كالتزيين في التقديم ديال السلطه. واللي بقى لنا ديال الافوكا غادي نقطعو حتى هو طريفات اللي يكونوا صغار. بالنسبه لواحد النص ديال الافوكا
اولا ربع ديال الافوكا هي اللي درتها مع هذيك، هي اللي غنديرها مع هذيك السلطه ديال الطوماط سوريز والخيار، وغنضيف عليه كيف قلت لكم ربع ديال الافوكا، واللي بقى ليا غادي نستعمله من بعد. وبالنسبه لهاد المونغ حتى هي غادي نقطعها من الوسط كيف كتشوفوا. كمية غادي ناخدها وغادي نقطعها طريفات صغار اللي غادي نضيفهم مع الكروفيت، وواحد النصف غادي نقطعه كيف ما غادي تشوفوا معايا في الفيديو، ونخليه للتزيين. هنا الطريقة باش قطعتها كيف ما كتشوفوا معايا هكا، يعني فلحتها وحيدت هذوك المكعبات اللي قلت لكم هما اللي غادي نضيفهم مع السلطة اللي غادي يكون فيها الكروفيت. والنصف الاخر كي قلت لكم خليته للتزيين، غادي نقسمه على جوج وغادي تشوفوا معايا للتزيين. خديت هنايا شويه ديال الافوكا مع هذاك المونغ، وزدت عليه هذاك الكروفيت اللي قلت لكم شحاته مع مليحه وشويه البزار وشويه ديال الزبده، وغادي نضيف عليهم هنايا واحد معلقه صغيره ديال البصله اللي حكيتها في هذه الحكاكه الصغيره، معلقه صغيره صافي كافيه. وغادي نضيف عليها هنايا شويه ديال الملحه وواحد المعلقه كبيره ديال المايونيز، كتجي المذاق ديالهم زوين بزاف، الحلاوه مع المروره كيجيو زوينين. وواحد عصيره ديال الحامض اولا ديروا الخل ديال الحامض، وواحد المعلقه صغيره ديال الزيت النباتيه اولا زيت الزيتون، كيجي مذاق ديالها زوين بزاف. خديت هذوك الانصاف ديال الاناناس وعمرتها كيف ما كتشوفوا، غادي نعمر النصفين بجوجهم، واللي بقى ليا غادي نديرو كتزيين في الافوكا. عملت بيه هذوك الافوكات كيف القشر ديال الافوكا كيف كتشوفوا. وبالنسبه للكميه ديال الكروفيت تقريبا واحد 250 غرام ديال الكروفيت كتكون كافيه. كي كتشوفوا معايا عملت ثلاثه الانصاف ديال الاناناس ديال الافوكا، وهذوك جوج انصاف ديال الاناناس، وغادي نحطهم في الصحن التقديم، غادي نديرهم في الجوانب كي كتشوفوا معايا في الاطراف بجوج. وبالنسبه للاناناس غادي نديرهم في الجوانب، راه كلشي موضح عندكم في الفيديو. سمحوا لي اذا كان الفيديو طويل، ولكن بغيت نقول لكم يعني جميع الترتيب جميع المراحل باش ما ننسى حتى شي حاجه. انا خديت هذاك الروز اللي سلقته ومع مليحه، ضفت ليه علبه ديال الذره، غادي نزيد عليه المايونيز، وغادي نزيد عليه كميه ديال الطون اللي غنديرها بلا زيت، كتجي حتى هذه كتجي زوينه وكتجي بنينه بزاف. راكم عارفين الطون مع المايونيز مع الروز كيجي زوين. وغادي نخلطها مزيان وغادي نديرها حتى هي في صحن التقديم. ما تنساوش واحد خويه ديال زيت الزيتون اولا زيت نباتيه. وكتقديم غادي نديرها في هاد الزلافات اللي عندي، يعني غير بقى لكم الاختيار، تقدروا ديروها في اي مول بغيتو، تقدروا ديروها في مول اللي يكون كبير وديروها في الوسط ديال الصينيه ديالكم. انا هنايا ما كانش عندي مول اللي طويل، درتها في مول في هذوك الزلافات وقديتها في الوسط. هنايا خديت هذيك المعجنة اللي شفتو معايا، درت لها شويه زيت المائده، شويه ديال المليحه، شويه ديال البزار، مع هذاك الفرماج الاحمر المقطع، ودائما زيت الزيتون، وغادي نخلطها حتى هي كتجي بنينه وكتجي لذيذه بزاف. وغادي نديرها كيف كتشوفوا معايا في النصف في الانصاف بجوجهم، باش كل شيء يعني يذوق من كل شيء. كنقسمها على أربعة، وكتكون كمية تقريبا ديال المعجنات تقريبا واحد 250 غرام ديال المعجنات كتكون حتى هي كافياكم. هنايا بالنسبة للبربة خليتها حتى بردات، وضفت عليها شوية ديال الزيتون، شوية ديال الملحة، شوية ديال الكمون،
واحد قطيرات ديال الخل اولا ديال الحامض، وغادي نخلطها حتى هي. بالنسبه لهاد الخضر انا كنت صيبتهم ليله قبل وخليتهم حتى بردو مزيان، بالنسبه للبطاطا وخيزو وهاد الباربك كلشي تحضيرات درتهم من قبل وبيوم قبل. والغد لي عاده يعني بديت في التقديم ديال السلطه اولا بديت في التزيين ديال السلطه، وحتى الروز حتى هو كنت سلقته ليله قبل يعني ملي احتاجيته لقيته مسقطر مزيان وناشف. هنا كيف قلت لكم بالنسبه للخيزو او الجزر ما سلقتوش، غير غسلته مزيان وحيت ليه القشره وحكيته في حكه غليظه على شكل طوري، كيجي مذاق ديالو بحال هكا زوين حسن ما نسلقوه. ودرت ليه واحد المعلقه كبيره ديال العسل وواحد رشيشه صغير شويه ديال الملحه صافي، وحطيته حتى هو بحال هكا. الا سلقتوه يعني في اكثريه السلطات ملي كنسلقو خيزو ما كيتكلش لينا، اما ملي كنديرو بحال هكا كيتكال وكيجي مذاق ديالو زوين. بالنسبه للبطاطا تقريبا درت واحد 800 غرام ديال البطاطا اللي كي قلت لكم غسلتها ونقيتها وقطعتها مكعبات وسلقتها مع شويه مليحه. ضفت على هنا المايونيز شويه ديال الملحه واطراف ديال السوريمي وزدت عليها حتى هي طون. غادي نخلط هاد المكونات تاهما مزيان وغادي نحطهم في الصحن ديالنا. بالنسبه للكميه ديال البطاطا كيف قلت لكم تقريبا واحد 800 غرام، بالنسبه للخيزو تقريبا واحد 400 غرام او 500 غرام، يعني كيبقى القياسات على حسب يعني الرغبه ديالكم على حسب عدد الاشخاص. خديت هنايا الطوماط سوغيز حتى هي اللي درتها مع شويه الخيار، وواحد ربع ديال الافوكا، ضفت لها غير شويه ديال الخل وشويه ديال المليحه وحطيتها حتى هي المقطع لقيتو تهيد حطيتها حتى هي في الوسط كيف بحكي كتشوفوا. وخديت هذوك الانصاف ديال الافوكا اللي معمرين حطيتهم من فوق منهم على هذا الشكل. خديت هنايا هذاك النوغات اللي كنت قليتها حتى هي غادي نضيفها من الفوق، يعني غادي يبقى لكم التزيين الاخير او الاضافات الاخيره كديروا على حسب الرغبه ديالكم تزيدوا اللي بغيتوا. كي كتشوفوا الروز درتو فهذوك على داك الشكل كي كتشوفوا من الوسط في الوسط. وهنا خديت الفرماج الاحمر قطعته مكعبات حتى هو ضفته في الجوانب. كيف قلت لكم هاد الاضافات كيبقاو اختياريه وكيبقاو على حسب الرغبه ديال كل واحد. وبالنسبه لهذاك الكروفيت اللي خليته بالقشر ديالو ودوزته في شويه دي واحد المعلقه ديال الزبيده مع شويه البزار وشويه الملحه خليته حتى تذهب، ضفته من الفوق ديال الروز كيف كتشوفوا جا المنظر ديالو زوين. وزدت عليهم طريفات ديال السوليمي اللي قطعتهم حتى هما بشكل طولي، جات سلطة زوينة 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 بزاف. وهنا كنضيف الجبن في الجوانب. تقدروا تزيدوا حتى لدان فيمي حتى هو تذوقوا به من فوق الروز، يعني كيبقى لكم الاختيار في الاضافات. هنايا هذاك الجبن عندي حتى هو ضفته من فوق، وكيكون هذا تقريبا هو الشكل النهائي ديال السلطه ديالي. كيف قلت لكم نتمنى انكم تجربوها. هنايا خديت هذاك الانصاف ديال المونغ حتى ما حطيتهم من فوق ديال الاناناس، وزدت هذاك الكيوي حتى هو قطعته كي كتشوفوا على شكل دائري، خليته بالقشره ديالو قطعته بشكل دائري. كتجي السلطه فيها الوان وفيها يعني صحيه كتحمر لكم وجهكم. نتمنى انكم تجربوها وانا متاكده انها غادي تنال الاعجاب ديالكم. وبالنسبه الى وصلتوا معايا حتى لهذا الاخير ديال الفيديو ما تنساوش ليا اللايك والاشتراك اذا كان كيعجبكم المحتوى. هنايا ضفت الاطراف ديال السوريمي حتى هما فوق من هذيك
البابا باش يكون منظر زوين وتيكون هذا هو الصحن. التقديم جات بنينة بزاف، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها وتخليو لي في التعليق الاراء ديالكم. نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو قادم ان شاء الله.